نشرة الأخبار والبداية بأهم العناوين. سمو نائب الأمير يستقبل سعادة سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عملها ويمنحها وسام الوجبة. تلقينا عدد كبير من الطلبات، هذا دل على حب الناس لشاشة قطر. تلفزيون قطر يستقبل مئات الطلبات للراغبين في العمل الإعلامي وبرامج متخصصة لتأهيل المرشحين. في الاقتصاد، بورصة قطر تكتسب اللون الأخضر في رابعة جلسات الأسبوع والمؤشر يرتفع بأكثر من 3%. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى برقية تعزية لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير في مكتبه بالديوان الأميري سعادة السيدة ماريا بيلين ألفارو هرنانديز سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها في البلاد. ومنح سمو نائب الأمير سفيرة إسبانيا وسام الوجبة تقديرا لدورها في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا لها التوفيق فيما سيعهد إليها من مهام في المستقبل ولعلاقات البلدين دوام التطور والارتقاء. من جانبها، أعربت السعادة السفيرة عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير ولسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقيته من تعاون أسهم في نجاح عملها بالبلاد. بعث سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كولومبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سمو نائب الأمير برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كولومبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تعزية إلى دولة السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنيا معاليها الشفاء العاجل للمصابين. التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع سعادة الفريق غريغوري جيو قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في منصبه الحالي. وخلال اللقاء تقدم سعادة الدكتور العطية بالشكر لقائد القوات الجوية المركزية الأمريكية لما قدمه خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. كما التقى سعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة سعادة قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في منصبه الحالي. وخلال اللقاء تقدم سعادة رئيس الأركان بالشكر والتقدير لسعادة قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية لما قدمه خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه القادمة. لاقى إعلان المؤسسة القطرية للإعلام عن فرص لانضمام المذيعين والمراسلين لفريق عمل التلفزيون لاقى تفاعلا كبيرا من الراغبين في العمل التلفزيوني ممن وجدوا في أنفسهم الموهبة والقدرات والمهارات، حيث تلقت إدارة تلفزيون قطر عبر البريد الإلكتروني مئات الطلبات من المهتمين بالعمل التلفزيوني. المزيد نتابعه في التقرير التالي. بسعي دؤوب لدعم الشباب الواعد وإفساح المجال أمام الموهوبين للولوج إلى عالم الإعلام المرئي،
قامت المؤسسة القطرية للإعلام بإتاحة الفرصة أمام الراغبين بتقديم طلباتهم للعمل في المجالات التلفزيونية المختلفة. الإقبال كان كثيفاً من قبل المتقدمين للعمل الإعلامي سواء مذيعين أو مراسلين، وقد تلقى تلفزيون قطر مجموعة كبيرة من الطلبات من داخل وخارج قطر. من الساعات الأولى لتقديم إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي تلقينا عدد كبير من الطلبات، هذا دل على حب الناس لشاشة قطر. ومن وقتها وجه سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام بعمل لجنة وفرز لهذه الطلبات على أن تكون مقسمة إلى أقسام عديدة من مراسلين ومذيعين ميدانيين ومذيعين استوديو، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سنباشر التواصل مع المتقدمين ولدينا خطة واضحة لصقل مهاراتهم وقدراتهم، والمجتهدين منهم سيساهمون في نجاح وتميز تغطية بطولة كأس العالم 2022. تلفزيون قطر بكل إمكانياته وطاقاته البشرية والتقنية على أهبة الاستعداد لتقديم البرامج التدريبية والدعم الكامل للجميع. نرحب بكل المتقدمين للعمل في تلفزيون قطر، وإن شاء الله من جهتنا راح نوفر لهم ونسخر لهم كل إمكانياتنا وقدراتنا وخبراتنا لتأهيلهم لتخطي المرحلة القادمة والمهمة في مسيرتهم الإعلامية. خططنا للمتقدمين الجدد بدأت منذ الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم نقدر نقول إن احنا دخلنا المراحل التنفيذية بقيادة مجموعة من الفرق في عدة مجالات. مبادرة المؤسسة القطرية للإعلام ممثلة بتلفزيون قطر هي نواة خيرة لإبراز وجوه شابة وواعدة سيجمعها لقاء تعريفي خلال الفترة المقبلة، وينتظرها مستقبل باهر في ميدان العمل التلفزيوني. أبواب المؤسسة القطرية للإعلام مفتوحة للجميع، وحياكم الله في تلفزيونكم، والتقديم ما زال مستمر. وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عبد الله المرزوقي المشرف العام على البرنامج التدريبي في تلفزيون قطر أن مبادرة تأهيل إعلاميين جدد تستهدف إيجاد جيل إعلامي جديد. تلفزيون قطر قام مشكورا وبدعم قوي وتشجيع مباشر من الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الأخ الفاضل سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني، وأنا أوجه له التحية والشكر والثناء على دعمه مع الأخ علي صالح السادة مدير التلفزيون على دعمهما لماذا؟ لهذا المشروع الذي سيخلق جيلا إعلاميا متجددا معطاء في المستقبل بإذن الله. ولا ننسى أننا نحن الآن على أبواب كأس العالم، فلا بد من وجوه جديدة متألقة ومتعلقة، متألقة بحضورها كحضوركم ومتعلقة بكأس العالم وبالحضور أمام السادة المشاهدين. وأضاف المشرف العام على البرنامج التدريبي أن المبادرة تعتبر مشروعا إعلاميا ضخما اتخذ شعارا هو إعلام يتجدد، لإضافة وجوه شابة للشاشة، وسيتم التواصل مع المرشحين للقبول لعقد لقاء تعريفي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. الخطوة المقبلة هناك فريق متابعة، هذا الفريق خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله كما أخبر قبل قليل سيقومون بالتواصل مع تم من يعني من الـ400 كما قلت لك ليسوا جميعا تقدموا للعمل مراسلين او مذيعين، بعضهم تقدم للعمل معدا لبرامج الاطفال، للبرامج الوثائقيه، يعني برامج متعدده او مخرج او كاميرامان وما شابه ذلك. فريق المتابعه سيقوم بالتواصل مع حوالي او اكثر من 100 شخص تقريبا، انا ما اقدر اجزم، فريق المتابعه هم مكلفون بهذا، سيقومون بمتابعه التواصل مع من سيتم اختيارهم بإذن الله تعالى. وبعد التواصل معهم ستكون هناك مرحلة ثالثة، وهذه المرحلة الثالثة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون هناك أيضا لقاء مفتوح. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. الملتقى القطري للمؤلفين جلسات ونقاشات افتراضية إثراء للمحتوى الثقافي على مختلف المنصات الرقمية.
أهلا بكم من جديد. أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنها ستبدأ غدا الخميس بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية صرف دفعة شهر يوليو الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة. وأوضح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100,000 أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع بواقع 100 دولار لكل عائلة. ولفت سعادته إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة. عقد الملتقى القطري للمؤلفين جلسة افتراضية قدم خلالها كتاب الطفل العربي قصا ومنطلقات الإبداع وآفاق النقد للكاتب الدكتور عبد المنعم مجاور، وذلك في نطاق أنشطته الصيفية المتنوعة على مختلف المنصات الرقمية. جلسة افتراضية للملتقى القطري للمؤلفين ضمن قسم كاتب وكتاب تناولت مؤلفا جديدا بعنوان الطفل العربي قاصا منطلقات الإبداع وآفاق النقد للكاتب الدكتور عبد المنعم مجاور، وهو أستاذ مساعد بكلية المجتمع بدولة قطر. الكتاب قراءة نقدية تحليلية في قصص الأطفال كتاب المستقبل، وقد خصص الملتقى حيزا من نشاطه لهذا المؤلف في نطاق اهتمامه بالمؤلفات الجديدة. الكتاب ينطلق من منطلق جديد أعتقد من وجهة نظري الشخصية، أنها دراسة نقدية من خلال البحث عنها في الدراسات السابقة لم أجد دراسة تتناول إبداعات الأطفال دراسة نقدية تحليلية، وأن يوضع الطفل الصغير وكتاباته ونتاجه على المحك وعلى الدراسة النقدية التحليلية كأنه كاتب كبير. عدة جلسات وفعاليات يقيمها الملتقى القطري للمؤلفين، من بينها جلسة كاتب وكتاب وسيرة ومسيرة لمناقشة الإصدارات الجديدة للكتاب والوقوف على ظروف محفزات إصدارات أعمالهم والهدف من نشرها، فضلا عن مناقشة قضايا حضارية تتصل بواقع الثقافة العربية ومستقبلها، على غرار الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع اللغة العربية وأهمية المجامع اللغوية. المجامع في الدول العربية كما ذكرت بلغ عددها 15 مجمعا لغويا. هل أدت هذه المجامع أو المجامع اللغوية دورها؟ أنا أعتقد نعم. هذه المبادرات وغيرها تدخل في إطار نشاط الملتقى القطري للمؤلفين في الفترة الصيفية، وهي تمتاز بغزارتها وعمق محتواها، كما تعكس ما تقوم به وزارة الثقافة من جهود حثيثة للعناية بالثقافة والتراث في دولة قطر. ومن خلال نشر هذا المحتوى على مختلف المحامل الرقمية توظف وزارة الثقافة التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفكر والإبداع. والآن نأخذكم إلى جولة اقتصادية. أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن قطر تنفذ حاليا تدابير مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح وجهة استثمارية إقليمية وعالمية تنافسية. وأضاف سعادته في حوار صدر ضمن التقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال قطر 2022 أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير الإجراءات وتسهيل عملية إنشاء الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال خدمات النافذة الواحدة وإطلاق صندوق استثماري للتصنيع وتشجيع وتوافر آليات تمويل بديلة بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في مجالات التصنيع الاستراتيجية. مع كشف قطر للطاقة عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، أي بنسبة زيادة 43% قد دخلت طور الإنجاز الفعلي، لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج. وكانت شركات توتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإني وشيل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28 مليارا و750 مليون دولار. ارتفاع قوي سجله مؤشر بورصة قطر مع ختام رابعة جلسات الأسبوع مضيفا إلى رصيده أكثر من 400 نقطة، وهو ما قاد المؤشر إلى الإغلاق عند مستوى 12,538 نقطة تقريبا،
وسجلت قطاعات السوق ارتفاعا جماعيا بقيادة قطاع الاتصالات الذي ارتفع بأكثر من 7.5%، بالإضافة إلى مكاسب قوية سجلتها قطاعات الصناعة والبنوك والعقارات. وشهدت الجلسة نشاطا واضحا في التداولات، حيث قفزت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 770 مليون ريال. وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لدعم الموارد الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الأساسية. وتعد هذه الاتفاقية استكمالا للوفاء بتعهدات دولة قطر لتمويل الموارد الأساسية بقيمة 500 مليون دولار لدعم منظمات الأمم المتحدة، والذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الدوحة لعام 2018. أتاحت الخطوط الجوية القطرية الشريك الرسمي وشركة الطيران الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 لآلاف الزوار المشاركين في معرض فارنبرغ الدولي للطيران 2022. أتاحت لهم مشاهدة أفضل درجة رجال أعمال كيو سويت على متن أحدث طائراتها من طراز بوينغ 777 المزينة بشعار بطولة كأس العالم. وذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها أنه تم رسم شعار البطولة يدويا على هذه الطائرة احتفاء بشراكة الناقلة الوطنية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي أعلن عنها في نوفمبر 2020. الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه في الدولة حقق في الفترة الأخيرة ارتفاعا أسهم في إنعاش السوق المحلي، وذلك بفضل فضاءات بيع المنتج الزراعي التي تتيح الفرصة للمزارعين لبيع محاصيلهم بشكل مباشر مع المستهلكين. حقق السوق المحلي ارتفاعا في إنتاج الخضروات والفواكه بنسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعد هذه الزيادة حافزا لأصحاب المزارع لطرح المزيد من المحاصيل في السوق المحلي والتنافس فيما بينهم، مع الحرص على توفير معايير الأمن والسلامة والجودة الغذائية. وقد سجلت ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالي 13,814 طنا خلال موسم 2021-2022، وكان للبرامج التسويقية التي تم تنظيمها بهدف تعزيز قيمة المنتج المحلي دور في تحقيق هذه النتيجة. هذا وتشهد ساحة المزروعة بأم صلال بحكم قربها من الدوحة إقبالا كبيرا من المستهلكين، لا سيما وأنها تعمل على مدار الأسبوع من 7 صباحا وحتى 5 مساء، ولا تقتصر على نهاية الأسبوع فقط مثل غيرها من الساحات الأخرى. وقد حققت ساحة المزروعة بأم صلال ارتفاعا في مبيعاتها خلال الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي الخضروات المباعة 41 طنا، فيما بلغ حجم الرطب المباع 440 كيلوغراما بمشاركة 13 مزرعة. ساحات بيع المنتج الزراعي موجودة في مختلف مناطق الدولة على غرار المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية. وتوفر هذه المناطق التجارية للمزارعين القطريين ميزة التواصل المباشر مع المستهلك دون وسيط، فضلا عن مساهمتها في انخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية بنسب تتراوح بين 25-30% لكونها تقدم خدماتها مجانا للمنتجين. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد عرض الأحوال الجوية. فريق السد يختتم معسكره التدريبي الخارجي بالنمسا.
أهلا بكم من جديد. رياضيا، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر أن استاد لوسيل أكبر ملاعب نهائيات كأس العالم في قطر 2022 سيستضيف مواجهة العربي والريان في دوري نجوم كيو أن بي للموسم الجديد 2022-2023. وكشفت المؤسسة على صفحتها الرسمي في تويتر أن تعديلا أصاب جدول بعض المباريات السبع الأولى من الدوري والمعلنة في وقت سابق، بحيث تقام مباراة العربي والريان المقررة يوم 11 من أغسطس المقبل ضمن الجولة الثانية على الملعب المونديالي، وستكون المباراة هي الأولى في مسابقة رسمية على الاستاد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 80,000 متفرج. وسيحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية لكأس العالم والمقررة يوم 18 من ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم الوطني، إلى جانب 6 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية، من بينها 1 مباراتي الدور نصف النهائي. أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا توضيحيا أكد فيه أن مؤسسة دوري نجوم قطر ليست سببا في عدم اكتمال استعدادات الأندية التي من ضمنها استقطاب اللاعبين الأجانب حتى هذه اللحظة. وقال الاتحاد في بيانه أن لجنة الاستكشاف المركزي التي تقبع تحت مظلة الاتحاد هدفها الأساسي هو المساعدة في تطوير القدرة التنافسية لفرق دوري نجوم قطر وأندية الدرجة الثانية، وذلك من خلال تقديم خدمة استقطاب لاعبين ومدربين محترفين للأندية بكفاءة عالية، وأن ما تمت الإشارة إليه في بعض التقارير غير صحيح، وأن المؤسسة والاتحاد القطري لكرة القدم ليسا طرفا في تأخر بعض الأندية في اكتمال صفوفها على الرغم من اقتراب انطلاق الموسم الجديد. اختتم فريق استاد معسكره التدريبي الخارجي الذي يقامه في العاصمة النمساوية فيينا استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وخاض استاد المباراة الودية الثالثة والأخيرة له خلال المعسكر، وفاز على فريق وينر فيكتوريا النمساوي بنتيجة 7 أهداف للا شيء. ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى الدوحة مساء اليوم ليكمل إعداده للموسم الجديد. ويذكر أن السد سيبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري القطري دوري نجوم كيو أن بي الذي توج به في الموسمين الماضيين بمواجهة فريق المرخية في الأول من أغسطس المقبل باستاد خليفة الدولي. ضمن فعاليات برنامج التجمع الصيفي الأول صيفك أمن وسلامة الذي تنظمه مبادرة أنت مهم التابعة لقسم أمن الملاعب بإدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية، قام المشاركون في البرنامج بزيارة مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش للتعرف والتدريب على رياضة الإسكواش. البرنامج يستهدف 35 طفلا من عمر 10 إلى 14 من أبناء منتسبي الإدارة والجهات الداعمة، حيث يقومون بزيارات إلى جهات مختلفة للتعرف عليها فضلا عن بعض الأنشطة والفعاليات. الاتحاد القطري للتنس شريك قوي مع وزارة الداخلية في هذه المبادرة، هدفها طبعا إثراء أوقات الأطفال خلال فترة الصيف بأنشطة مفيدة لهم. وطبعا احنا اعتقد ناتي ضمن جدول لهذه المبادره من وزاره الداخليه، فاحنا جدا سعيدين بتواجدهم معنا اليوم في مجمع خليفه للتنس والسكواش، وان شاء الله يقضون اوقات ممتعه ويكون لهم الفائده الكبيره في هذا الموضوع. وقبل الختام نذكركم بابرز العناوين. سمو نائب الأمير يستقبل سعادة سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عملها ويمنحها وسام الوجبة. تلقينا عدد كبير من الطلبات، هذا دل على حب الناس لشاشة قطر. تلفزيون قطر يستقبل مئات الطلبات من راغبين في العمل الإعلامي وبرامج متخصصة لتأهيل المرشحين. وكان في الاقتصاد، بورصة قطر تكتسي باللون الأخضر في رابعة جلسات الأسبوع والمؤشر يرتفع بأكثر من 3%. يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على الموقع الإلكتروني. إلى هنا نشكركم لحسن المتابعة وفي أمان الله.